يعني نسبة الإدمان في مصر زادت، رغم إن احنا هنعمل مقارنة دلوقتي مجهودكم وصل لفين، لكن بتكلم بشكل عام، هل هي في العالم كله زادت المخدرات والإدمان؟ نسبة التعاطي في العالم كله التعاطي في حدود 5.5%. وده رقم دلوقتي، ده نسبة التعاطي مش الإدمان. أيوة. في مصر تقريبا احنا كنا 10%، احنا بقينا 5.9%. احنا حاليا 10% ده في 2014، ده التعاطي 2014، حاليا احنا 5.9%، يعني متماشيين مع المعدل العالمي بشكل كبير. بيحسبوها ازاي بره يا فندم؟ وهنا بتحسبوها ازاي؟ وده التعاطي، قول لي الادمان كام في المية؟ الادمان احنا في 2014 احنا كنا 3.3%، حاليا احنا 2.4%. نسبة الادمان في الشريحة العمرية من 15 ل 60 سنة، احنا بنعمل مسوح قومية بشكل مستمر، والأمم المتحدة أيضا يعني بتنسق مع الدول على بعض الاستمارات والمسوح العلمية اللي بتوضح بالضبط نسب التعاطي والإدمان. لكن كمان عندنا بعض المؤشرات اللي لازم نقف عندها. أولا أن في انخفاض نسبي في معدلات التعاطي ما بين يعني الأطفال، يعني احنا بنتكلم على انخفاض سن التعاطي بشكل كبير. لا أقصد الأرقام اللي حضرتك قلتها رصدها ليه علاقة باللي عندكم وتعرفوا، ولا عموم الدول بتعرف إزاي مش إحنا بس؟ في استمارات بيتم تطبيقها، بنسحب عينة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبنطبق هذه العينة على كل محافظات الجمهورية. تمام. والحقيقة ده بتبقى مسوح بالتعاون مع وزارة الصحة ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية، ودي الداتا أو الإحصائيات الرسمية اللي بتصدر عن مصر. نعم. مهم جدا أقول حاجة، إن إحنا لا نخجل أبدا كحكومة من عرض واقع الحقيقي لمشكلة المخدرات، ودي بداية المواجهة الحقيقية. طبعا، لأن في دول كتيرة جدا بتخجل. طبعا دلوقتي يعني طبعا بتنكر بشكل كبير الأرقام والإحصائيات، لكن إحنا منهجنا الحقيقة حوكمة كاملة للبيانات. نعم. حضرتك لو جيتي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أوريلك خريطة متكاملة بتطور مشكلة المخدرات، وبنعرضها بكل شفافية. يمكن كان لسه بالأمس كان عندنا وفد من العراق الشقيق، ويعني عرضنا عليه التجربة وعرضنا عليه إزاي يتم حوكمة البيانات، وبنساعد دول عربية كتير في هذا المجال. مهم جدا كمان بطريقتنا في الشغل كمصر، طبعا بطريقتنا سواء في إعداد البيانات، في تطوير السياسات، في التشريعات، في النماذج للوقاية، الحملات الإعلامية، العلاج والتأهيل، الكشف المبكر. احنا الحقيقة بنساعد دول عربية كتير جدا في هذا المجال، ودول أفريقية أيضا. صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في الفترة الأخيرة تم تكليفه من جامعة الدول العربية بإعداد خطة الدول العربية في مجال خفض الطلب على المخدرات، وأعلنها أمين عام جامعة الدول العربية بمشاركة الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، والدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. إذن إحنا بقينا بيت خبرة في هذا المجال بشكل كبير، ولكن بالتأكيد بيت خبرة من كتر الحالات اللي عندنا، ولا بيت خبرة من خبرة التعامل في من التعامل أولا بيت خبرة العلمي، بيت خبرة في المكاشفة والتعامل العلمي وتطوير السياسات والوقاية والعلاج بشكل كبير. طب احنا النسب عندنا في مصر قياسا بالدول العربية المحيطة حوالينا، احنا اللي معديين ولا احنا أنا هقول حضرتك بصراحة، الدول العربية عندنا غياب بشكل نسبي للمعلومات في الدول العربية، والعديد من الدول ما عندهاش هذه المسوح، أو إنها ما بتعرضش يعني الواقع بشكل كبير. أنا بتكلم على عدد من الدول العربية، أيوة، أو السواد الأعظم من الدول العربية. ولكن هنا أنا إذا كنا بنقارن على المستوى العالمي، لا إحنا عندنا يعني إحنا متماشين مع المستوى العالمي بشكل كبير. في دول عربية يعني بدأت تأخذ منهج الشفافية والمكاشفة في يعني عرض المشكلة بشكل كبير. لو ما كانش الدولة يعني بتعترف بالمشكلة وعارفة أبعاد المشكلة، طبعا لا يمكن نواجهها.